يوم المرأة العالمي هو يوم يرمز لمظاهرة خبز وورد التي نظمتها نساء أمريكيات كنا يعملن في مجال النسيج وصناعة الملابس في نيويورك عام 1908، وبها طالبن بتحسين ظروف عملهن وممارسة حقوقهن كالمشاركة في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار. لكن للأسف لا تزال النساء حول العالم يخوضن نضالات للحصول على حقوقهن في كافة المجالات. واليوم وبتاريخ 8 آذار من كل عام تقام العديد من الندوات والمؤتمرات والأمسيات احتفاء بالنساء وتكريما لهن، وكذلك للمطالبة بإحقاق حقوقهن. نحن في طاقم موقع المنسق نتقدم بأحر التهاني لجميع النساء ونقول لهن: تذكرنا أن المرأة هي مصدر التغيير الإيجابي في المجتمع وهي العنوان للسلام. ولكل سيدة نقول: استغلي قدراتك من أجل خلق واقع أفضل، واقع تغمره المحبة والسلام، واقع تقودين به عجلة الاقتصاد، المحبة والسلام داخل المجتمع وبين كل مجتمع.